وكده طبعا المكرونه بتاعنا جاهز معانا. اهم حاجه ان انتوا تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناه. دمتم في حفظ الله. ونبتدي مع بعض وصفه المكرونه الاسباجيتي بالصلصه الحمراء والطريقه دي. احنا عندنا هنا طماطم احنا مقطعينها، الطماطم دي انا شايله الجلد بتاعها، لو شايف شيليه براحتك، بس انا احبه متشال يعني مقشراها من بره الاول بعد كده اقطعها. نعم في الثوم، عندنا معلقة من الصلصة أو معلقة واحدة. نبدأ إن احنا ندمج المكونات دي كلها مع بعض ونرجع. ودي شكلها بعد ما احنا دمجناهم كلهم مع بعضهم. نكمل بقى الخطوات. احنا عندنا هنا مكرونة، ايا كان بقى لو عايزه 52 جرام او 500 جرام او 400 جرام، اي كميه فانت هتاخديها وتحطي ميه ايه، وتحطي طبعا زي ما احنا كلنا عارفين، كلنا طبعا شاطرين في الحاجات دي وانتوا اشطر اكيد ايه، وهتحط ملح في الميه وشويه زيت، ونبدا ان احنا نسيب الميه تغلي شويه، لازم تغلي وليكن حتى تسيبيها دقيقتين، وبعد كده هنحط المكرونه ونقلب فيها ونسيبها لحد اما تتسلق ونلاقيها انها طابت. تمام، نرجع بقى نشوف احنا نكمل الصلصه بتاعتنا ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل بقى اللي هي صلصة الخاصة بالمكرونة. احنا عندنا هنا شوية زيت، عندنا بس انا شطة انا مش فاتحاه يعني، بس عايزاه يعني ايه يدينا الريحة بتاعته بس. المعجون بتاعنا مش بنين، ونضيف الملح بتاعنا، ونضيف معلقة كبيرة من الخل، نسيب المكونات كده مع بعضها. هنغطيها ونشوفها كل مدى لحد ما تتسبك معانا او السمك بتاعها يتقل معانا. طبعا ورجعنا لكم زي ما انتم شايفين، مع الوقت تبدا انها السمك بتاعها يزداد. انا هسيبها يزداد كمان شويه، تبخر كلها وكده هي جاهزه معانا. زي ما انتوا شايفين معانا الزيت بدأ ان هو يستقر فوق كده، يبقى كده هي جاهزة معانا كده تمام. باقي بس المكرونة، نقفل بقى عليها النار، نستنى بقى ان احنا نسلق المكرونة. هنبدأ بقى نشيل القرن ده معانا خالص كده من الزرناك يعني. هنبدأ طبعا نضيف المكرونة اللي احنا كده بقى هنقفل النار، وكده المكرونة معانا جاهزة للتقديم.